الحلقة 15 من سلسلة تأسيس الماركسية، وهذه الحلقة ستكون استكمالا لحلقات سابقة بصدد نظرية ماركس في التاريخ اللي هي التي تشكل أساس الماركسية كلها. الآن تكلمت أنا في الواقع عن المفاتيح الرئيسية التي توفرها لنا نظرية ماركس في التاريخ، والتي تمكننا من البحث العلمي وتمكننا من إنتاج المعرفة. يعني وقائع التاريخ، هذه النظرية تساعدنا أولا في الكشف عن وقائع التاريخ، عن أحداث التاريخ، وأيضا في تفسيرها وتوحيدها وفهمها. فهي تعطينا يعني مفاتيح لإنتاج المعرفة بصدد التاريخ. يعني هي هيكل عظمي، لكن البحث العلمي والبحث التجريبي في الواقع هو الذي يكسب هذا الهيكل العظمي لحما ودما. فعلينا إذن أن نفكر في نظرية ماركس في التاريخ أولا بوصفها نظرية علمية، أي نظرية تساعدنا في إنتاج المعرفة بصدد التاريخ وبصدد الاجتماع البشري، ومن جهة أخرى هي مرشد للحاضر والمستقبل. يعني هذه النظرية هي مرشد للحاضر والمستقبل، ومن ثم فهي مرشد للفعل كما سبق أن أشار لينين. الآن آخر شيء تكلمت أنا عن الحقب، إنه أن التاريخ وفق الماركسية يعني ينقسم إلى حقب أو يتكون من حقب، خصوصا نحن نتكلم عن تاريخ الحضارة، يعني تاريخ الحضارات أو تاريخ الحضارة الإنسانية. يعني قبل ذلك المشاعية ربما تندرج ضمن إطار ليس علم التاريخ بقدر ما تندرج ضمن إطار الأنثروبولوجي، علم الأنثروبولوجيا. ولكن منذ بدأ الإنسان ينتج الفائض بدأت الحضارة، فنحن نتكلم عن المرحلة الحضارية أو عن الفترة التاريخية في تاريخ البشر، الفترة الحضارية في تاريخ البشر. هنا تتكون من حقب، طبعا هذه تحتاج يعني في كل بقعة في كل مكان علينا أن ندرس عيانيا في الواقع هذه الحقب. كل حقبة في الواقع تتميز بنمط إنتاج رئيسي، وكل حقبة في الواقع تنخرها التناقضات، وهذه التناقضات قد تدفعها إلى التراجع أو إلى الدمار، إلى دمار المجتمع المعني، ولكنها قد تقود إلى نوع من الارتقاء، أي الانتقال إلى حقبة أخرى. وهذه المراحل الانتقالية تكون معقدة في الواقع ولا تتشابه، يعني ليس هناك خوارزمية معينة أو معادلة معينة تحكم الانتقال من حقبة إلى أخرى. الآن هذه الحقب يعني برضو قابلة للمراجعة، قابلة للنقاش، قابلة للتغيير حسب المعطيات التاريخية، حسب المعطيات التاريخية. وأيضا يعني إذا حصرنا نفسنا في مثلا أوروبا الغربية، قد نتوصل إلى تحقيب معين يختلف عن تحقيب مثلا الذي ساد في الشرق. يعني علينا أن نكون حذرين هنا، وأن لا نسقط تاريخ أوروبا الغربية على العالم كله، لأنه لدينا مجتمعات حضارية عظيمة في مثلا العالم العربي، في العالم الإسلامي، في الهند، في الصين، في أمريكا القديمة إلى آخره. يعني علينا أن نكون حذرين وأن لا نطلق الأحكام العامة. الآن يعني فعلا علينا أن ندرس مثلا تاريخ الشرق، تاريخ الوطن العربي والعالم الإسلامي، يعني شو كان مثلا أنماط الإنتاج التي كانت سائدة فيه مثلا في المرحلة الفرعونية، المرحلة المصرية القديمة، والمرحلة العراقية القديمة، والمرحلة السورية القديمة، شمالي إفريقيا. يعني قضية معقدة، إذا بدنا ندرس التاريخ بدها يعني نحتاج إلى مؤرخين ماركسيين محترفين في الواقع لكي نفهم هذا التاريخ المعقد. وأيضا شو طبيعة مثلا النقلة العربية الإسلامية،
شو طبيعة الحضارة العربية الإسلامية؟ ما هي أنماط الإنتاج التي كانت سائدة؟ ما هو نمط الإنتاج الذي كان مهيمنا؟ كيف تطور؟ كيف تراجع؟ كيف نما؟ إلى آخره. هي كلها مهمة. طبعا هناك من تناول هذه الأمور من المؤرخين، يعني أحمد صادق سعد مثلا في كتابه عن تاريخ مصر منذ مصر القديمة وحتى نهايات القرن التاسع عشر، هذا كتاب مهم. طبعا المفهوم الأساسي فيه، الرئيسي فيه، كان نمط الإنتاج الآسيوي اللي هو ملتبس، يعني مفهوم ملتبس، ولكنه في الواقع قام ب يعني كتابه يتكون من مجلدين كبيرين وهو مهم جدا. مثلا حسين مروة تطرق إلى أنماط الإنتاج وإلى نمط الإنتاج الرئيسي في الحضارة العربية الإسلامية، وذلك في كتابه المشهور النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية. طبعا هو أراد، يعني كان أيضا تطرق إلى هذه المسألة لأنه أراد أن يفهم الفكر العربي الإسلامي، لاحظوا يعني. واعتمد على مؤرخين، إما المؤرخين العرب أنفسهم والمؤرخين المسلمين، وأيضا المؤرخين اعتمد على المؤرخين المحدثين وبصورة خاصة المؤرخين السوفييت. فالشرق يعني بعده مش مدروس كفاية. طبعا الصين أيضا نجهل الكثير عن الصين، الهند نجهل الكثير عن الهند. ولذلك ربما لتوضيح أنماط الإنتاج ومفهوم نمط الإنتاج قد ألجأ إلى تاريخ أوروبا الغربية الذي أشبع دراسة ماركسية. ولذلك ربما يعني في أغلب الأحيان قد أتكلم عن أنماط الإنتاج التي سادت في أوروبا الغربية تحديدا، وإلى حد ما في أوروبا الشرقية وروسيا. الآن طبعا هناك اتفاق بين كل المؤرخين الماركسيين، سواء كنا نتكلم عن المؤرخين الماركسيين الأوروبيين أو يعني الغربيين أو الصينيين أو الروس أو الهنود إلى آخره، هنا أو العرب، هناك إجماع على أنه كان في مشاعية، كان في نمط الإنتاج المشاعي، يعني الذي لم يكن فيه ملكية خاصة، يعني في بداية الحضارة، أي بداية الإنتاج، إنتاج الفائض، كان المجتمعات اللي يعني كانت يتكون خلينا نحكي الإطار الإنساني من جماعات كان بينها تناحرات، لأنها كانت تتنافس على الموارد، كانت تتنافس على الموارد، ولكن بصورة عامة لم تكن تشكو من تناقضات طبقية، يعني ما كان فيها طبقات اجتماعية، كان هناك مساواة، وكان هناك ملكية جماعية، وكان العمل لم يكن تناحريا وإنما كان تعاونيا بمعنى الكلمة، كانوا يتعاونون معا سواء في الصيد أو في صيد الأسماك أو في صيد الحيوانات أو في الزراعة البدائية هنا وهناك وفي التقاط مثلا الثمار إلى آخره. فكان هذه الجماعة تعيش معا وتقتسم، يعني كانت تنتج معا وتقتسم ثمرات إنتاجها معا، فلم يكن هناك ملكية خاصة وإنما كانت هناك ملكية عامة. لم يكن هناك دولة، يعني كان الكل مسلح، يعني كل الجماعة تكون، يعني كل أفراد الجماعة كانوا مسلحين، وهذا أشار إليها أنجلز بشكل واضح. فلم يكن هناك في حاجة إلى دولة، ولم تكن هناك دولة بمعنى جسم خاص مسلح يفرض أجندته على المجتمع كله. كان المجتمع في الواقع الذي يسوده هو نوع من العادات ونوع من يعني التفاهم حول كبار السن، يعني كبار السن كان لهم وضعهم الخاص، كانوا يعدون حكماء الجماعة، وكانوا كان الأفراد يرجعون إليها، ليسوا مرغمين وإنما احتراما لتقاليد الجماعة. فإذا هذه طبعا نحتاج إلى مزيد من الدراسات، هي درست في الأنثروبولوجيا بعمق، هذه الجماعات البدائية التي كانت سادت المرحلة الأولى، وطبعا كانت هذه الجماعات بالكاد قادرة على سد رمق
أفرادها. ولكن على الأقل لم يكن هناك صراع طبقي، لم تكن هناك طبقات اجتماعية، ولم تكن هناك دولة، دولة منفصلة أي عن الجماعة. الجماعة هي التي تقوم بكل شيء، كانت تنتج، تحمي نفسها، الكل كان مسلح بالقدر ذاته، كان هناك تعاون، التعاون هو المبدأ الرئيسي في الإنتاج، ولم يكن هناك تناحر اجتماعي، وإنما التناقض الرئيسي كان بين الجماعة وبين الطبيعة، ومن جهة أخرى بين الجماعة وجماعات أخرى. هكذا كان الوضع. الآن هذه المشاعية طبعا بدأ الإنسان هنا وهناك يتخطاها، لأنه عندما ازداد الفائض نتيجة التطور البطيء لأدوات الإنتاج، وأيضا نتيجة وجود تفاوتات أيضا في المناطق الجغرافية، بعض المناطق الجغرافية كانت أوفر فيها الموارد من مناطق أخرى، ولذلك كان يعني كان هناك فائض طبيعي فيها. فبالتالي هنا وهناك بدأ ينتج الفائض. وكما قلنا، كما سبق أن قلنا، الفائض هو بداية المجتمع الطبقي. الفائض معنى ذلك أنه يتيح المجال لآخرين ألا يكونوا منتجين مباشرين، ألا يعملوا ويكدحوا منذ الصباح وحتى الليل. كان ممكن في الواقع اعتمادا على ما ينتجه الآخرون أن يقوموا بمهمات أخرى، مهمات تنظيمية، مهمات روحية، مهمات معرفية إلى آخره، كما كان الأمر بالنسبة للكهان مثلا، طبقة الكهان والطبقة الأرستقراطية أو البيروقراط الدولة إلى آخره. يعني نشأت الدولة في الواقع، الدولة نفسها نشأت في هذا السياق، في سياق نشوء الطبقات، وفي سياق التناحر الطبقي، وفي سياق إدارة الفائض، شط الفائض وإدارة الفائض. فإذا هنا بدأت أنماط الإنتاج التي ترتكز إلى التناحر الطبقي. الآن هناك مثلا ماركس تكلم عن نمط الإنتاج الآسيوي، وهو نمط الإنتاج الذي ساد في آسيا، مثلا في الصين والهند يعني، والعالم الإسلامي والعالم العربي، وربما أيضا في أمريكا القديمة، لا ندري يعني، هناك في كلام كثير. حتى لدى ماركس كان كان ملتبسا هذا المفهوم، أحيانا تكلم عنه على أنه حلقة الوصل ما بين نمط الإنتاج المشاعي ونمط الإنتاج العبودي، ولكن أحيانا أخرى تكلم عنه على أنه نمط إنتاج خاص بالشرق، كان بعكس الإقطاع الغربي. ولذلك أنا لن يعني ربما أعالج هذه المسألة لاحقا يعني في محاضرات قادمة، لأنه جرت دراسات عديدة على هذا المفهوم، ولذلك لن أتكلم عنه بإسهاب، بالعكس يعني أنا فقط أذكره وأنتقل. وأيضا في ذهني بصراحة تاريخ أوروبا الغربية، ليس لأنه الأهم، ولكن لأننا نعرف عنه أكثر مما نعرف عن المجتمعات الأخرى. نحن نحتاج إلى مزيد من الدراسات لكي نفهم تاريخ الشرق، وبالذات التاريخ العربي الإسلامي، وأيضا الهند والصين لا نعرف شيئا أو قليلا، لا نعرفه عن الهند والصين قليل جدا نحن هنا في الوطن العربي. ولذلك سأترك ذلك جانبا، وربما يتاح في المستقبل لمناقشة هذه المسألة. أما الآن فسأتكلم عن أنماط الإنتاج التي شاهدناها في أوروبا، لأن بعد المشاعية في أوروبا ليس يعني لا نستطيع أن نقول أنه ساد نوع من نمط الإنتاج الآسيوي، لا. في أوروبا المشاعية أدت إلى العبودية في الواقع، إلى نمط الإنتاج العبودي. لاحظوا، العبودية موجودة في كل المجتمعات، موجودة طبعا في المجتمعات الأوروبية، موجودة في المجتمعات الشرقية. يعني كان العبودية كانت موجودة في الصين، في الهند، في العالم الإسلامي، في العالم العربي، موجودة في الواقع منذ الفراعنة ومنذ العراق القديم وسوريا القديمة، موجود العبودية، الاستعباد والكذا، خصوصا يعني في الشرق مثلا كان في القصور، يعني في قصور الحكام كان في عبيد وكذا، وكان في تجارة عبيد إلى آخره. ولكن بالشرق
لم تكن العبودية نمط إنتاج. هذه نقطة أساسية أشار إليها العديدون من ضمنهم سمير أمين، سنتطرق إلى ذلك لاحقا. يعني يبدو أن العبودية لم تتحول إلى نمط إنتاج، كانت موجودة ولكنها لم تتحول إلى نمط إنتاج، لا في مصر القديمة ولا في العراق القديمة ولا في سوريا القديمة ولا في أثناء الدولة الرومانية ولا الدولة البيزنطية ولا في أثناء الحضارة العربية، الدولة العربية الإسلامية. يعني كان في بالدول العربية الإسلامية تجارة العبيد كانت شائعة جدا، ولكن لم تتحول، يعني كانوا العبيد والجواري وكذا في قصر السلطان، لكنهم لم يعتمد الإنتاج الزراعي والحرفي عليهم كما كان عليه الحال في أوروبا الغربية. لا، في الواقع يعني الإنتاج ظل من نوع آخر ربما نتطرق إليه، نوع آسيوي أو إقطاعي، ولم يكن في الواقع يرتكز إلى العبودية. العبيد كانوا موجودين وتجارة العبيد موجودة، لكن العبيد كانوا ينتمون إلى البنية الفوقية أكثر من انتمائهم للبنية التحتية، بنية الإنتاجية، للقاعدة الإنتاجية. فلم يتحول إلا في حالة واحدة في جنوبي العراق، نما هناك نمط إنتاج عبودي على غرار نمط الإنتاج العبودي الذي كان سائدا في روما في جنوبي العراق. إذن نما واستقدم الزنج، يعني الأفارقة، من إفريقيا، من غرب شرق إفريقيا، وكانوا عبيد مملوكين تماما كما هو الحال في الإمبراطورية الرومانية، وتعرضوا يعني نفس الاضطهاد، وفي الواقع استغلوا استغلالا مفرطا في جنوبي العراق، وكانوا يشتغلون على السبائخ، يعني كانوا يستخ يعني ينقون الأراضي الزراعية من السبائخ الملحية من أجل استعمالها في الزراعة. فاستخدم أولئك العبيد، استخدم أولئك الأفارقة في الواقع من أجل ذلك، من أجل التخلص من السبائخ الملحية، أي تنقية الأرض من الملح لجعلها صالحة للاستثمار الزراعي. والمالكون طبعا كانوا في بغداد، يعني كانوا من العرب والترك بصورة خاصة، من الأرستقراطية العربية والعسكريتارية التركية. وطبعا نحن نعلم ماذا حصل، هذه كانت حالة خاصة. يعني بصورة عامة الإنتاج في العالم الإسلامي والوطن العربي بالذات لم يكن يرتكز إلى العبودية، يعني لم يكن نمط إنتاج عبوديا، ولكن هذه حالة كانت من الحالات، أي استثناء. يعني ما حصل في جنوبي العراق كان استثناء، وطبعا انتهى هذه الحالة انتهت بثورة الزنج في نهاية، يعني ثورة الزنج كانت في نهايات القرن التاسع الميلادي ودامت ل 15 عاما. يعني الزنج انتفضوا وسيطروا على المنطقة، سيطروا على جنوبي العراق وعلى مناطق مما يسمى اليوم إيران، عبدان مثلا، وسادوا لمدة 15 عاما، ثم هزمت حركتهم وأبيدوا تماما، وأنهي نمط الإنتاج العبودي في تلك المنطقة. يعني عدنا إلى نمط الإنتاج المعتاد في الشرق. فإذا بصورة عامة نمط الإنتاج العبودي لم يترسخ في الشرق. لا ندري بالنسبة للهند والصين، ولكنه في العالم العربي لم يترسخ بوصفه نمط إنتاج. طبعا العبودية استمرت حتى فيما بعد، مثلا في أوروبا الغرب مع بداية الرأسمالية ومع تطور الرأسمالية، نمط الإنتاج العبودي كان موجودا هنا وهناك. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية كان موجودا، كان موجود بوصفه نمط إنتاج، يعني نمط إنتاج ضمن إطار عالم يتطور صوب رأسماليا. لكن بصورة عامة نمط الإنتاج العبودي ساد في الواقع في أوروبا الجنوبية والغربية، يعني ساد بصورة خاصة في اليونان الكلاسيكية بين القرن السادس الميلادي وربما القرن الأول الميلادي، السادس قبل الميلاد عفوا، القرن السادس قبل الميلاد، وامتد ربما
يعني على الأقل 300 400 سنة امتد في بلاد اليونان، وليس فقط في بلاد اليونان وإنما في العالم اليوناني، يعني في اليونان وأيضا في جنوبي إيطاليا اللي كان يونانيا إلى آخره. وأيضا ساد طبعا بصورة أكبر في روما والإمبراطورية الرومانية، ساد نمط الإنتاج العبودي، روما ارتكزت إلى نمط الإنتاج العبودي، أثينا ارتكزت إلى نمط الإنتاج العبودي، سبارتا ارتكزت إلى نمط الإنتاج العبودي. وهذه في فيض من الوثائق التاريخية التي تدل على ذلك تفصيليا. خلينا نيجي أول لليونان الكلاسيكية، اللي يعني بدأت العبودية طبعا بدأت أقدم من ذلك، ولكن الحضارة اليونانية الكلاسيكية بدأت حوالي 600 قبل الميلاد، ووصلت أوجها في القرنين الرابع الخامس قبل الميلاد والرابع قبل الميلاد. بلاش ننسى أنه في هذين القرنين رأينا عمالقة الفلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو. وطبعا أفلاطون وأرسطو كان، خصوصا أرسطو، كان منحازا للعبودية، يعني رغم قدراتهما الفكرية الهائلة ولكنهما كانا ينتميان إلى مجتمعهما العبودي، فكانا طبعا يأخذون العبودية بتحصيل حاصل، العبودية كانت بالنسبة إليهما. فهم يعني فكانا طبعا ينتميان إلى الطبقة الحاكمة، إلى طبقة الأحرار، إلى طبقات الأحرار بالأحرى. الآن خلينا نركز على أثينا، بعدين نتطرق لإسبارتا. لأثينا اللي هي أهم مدينة يونانية. طبعا بلاد اليونان لم تكن موحدة سياسيا، وإنما كانت تنقسم إلى عدة مدن، كل مدينة تشكل جمهورية، يعني مدن جمهوريات، يعني أثينا ومحيطها الزراعي كانت تشكل جمهورية، وجمهورية شبه يعني مستقلة، وكانت أثينا هي محور هذه الجمهورية. فلدينا كانت يعني بلاد اليونان تتشكل من مجموعة من المدن الجمهوريات، عدد كبير من المدن الجمهوريات. طبيعة الأرض، طبيعة البلاد لم تكن تتيح إمكانية دولة مركزية كما هو الحال كان في مصر وفي العراق وفي سوريا. يعني في مصر مثلا الدولة المركزية، كان هناك دولة مركزية صارمة متماسكة تحكم حكما مطلقا. باليونان لا، ما كان ذلك ممكنا بفضل الطبيعة الجغرافية لليونان، فلذلك نشأت مدن جمهوريات متناحرة، كانت هذه المدن الجمهوريات متناحرة معا. خلينا نركز على أثينا اللي هي كانت الأهم والأغنى. ليش كانت الأغنى؟ لأنها لم تكن تعتمد على نمط الإنتاج العبودي وحده، وإنما كانت أيضا ترتكز إلى التجارة العالمية، موقعها كان مناسبا جدا للتجارة في البحار، يعني التجارة المائية خلينا نسميها. ولذلك يعني هذا كان مصدر أساسي لتميزه عن المدن الأخرى من حيث الثروة، الثروات، فأصبحت أغنى من المدن الأخرى، ونشأت فيها أيضا كان فيها طبقة تجارية، يعني حتى أثرت على البناء الطبقي لأثينا. الآن أثينا قامت حضارتها طبعا كغيرها من المدن اليونانية على نمط الإنتاج العبودي، يعني ثلث السكان في فترة من الفترات ربما أكثر كانوا من العبيد. فكان لدينا ثلث السكان، خلينا نحكي ثلث السكان عبيد، الثلث الثاني نساء، والثلث الثالث أحرار أو أكثر، يعني كان عدد كبير طبعا من النساء، النساء ما كان لهم أيضا حقوق، وفي الرجال الأحرار. الآن ففي أثينا في الواقع العبيد هم الذين، يعني طبعا كان هناك أحرار يعملون في الحرف، وكان هناك طبعا الفلاحون، يعني كان هناك فلاحون أحرار يفلحون الأرض، كانوا يملكون قطع الأرض ويفلحون الأرض، والجيش اليوناني الجيش الأثيني اعتمد عليهم. يعني الفلاح أو المزارع اللي له قطعة أرض لا يعني ما كان
من الثراء بحيث يكون لديه عبيد، فهو لم يكن مالك عبيد ولكنه كان يملك الأرض أرضا صغيرة نسبيا وكان يفلحها، وأيضا كان يمتلك سلاحه وكان يشارك في يعني يقوم الجيش الأثيني على ظهر أولئك الفلاحين. أولئك الفلاحون في الواقع كان لديهم سلاحهم وكانوا هم الذين بنوا مجد أثينا، لأنهم هم يعني الجيش كان مكون منهم وليس من غيرهم، وكانوا أحرارا ولكنهم لم يكونوا مالكين للعبيد لأنهم لم يكونوا من الثراء ما يمكنهم من امتلاك العبيد. فكان هذول كانوا الأحرار، والقطاع الزراعي كان يقوم عليهم إلى حد ما، ولكن أيضا في كان لدينا الأراضي، أصحاب الأراضي الكبيرة وأصحاب العبيد، يعني كان هناك أيضا الأثرياء الذين يملكون الأراضي الشاسعة الزراعية الكبيرة، وأيضا العزبات الكبيرة يعني، وكانوا يملكون العبيد، والعبيد هم الذين كانوا يفلحون الأرض. فإذا كان الذين ينتجون الموارد الزراعية أو المنتجات الزراعية كان تقريبا نصفهم من العبيد والنصف الآخر من الأحرار، ولكن كتلة العبيد، الكتلة الرقيقية أو كتلة الرق، هي التي فرضت نفسها على الاقتصاد الزراعي اليوناني. يعني بعبارة أخرى، هذه الكتلة في الواقع أثرت على مجريات الإنتاج الزراعي، يعني حتى الإنتاج الأحرار كان في النهاية خاضعا لمنطق زراعة العبيد. يعني ما كان، يعني رغم أنه كان في أحرار، ولكن الذي فرض بصماته على مجمل العلائق الاقتصادية كان العبيد وليس الأحرار. هذا فيما يتعلق بالزراعة. فكان العبيد يعني هم المنتجون الرئيسيون زراعيا، ولكن أيضا حرفيا. الحرف أيضا كان هناك أحرار، حرفيون أحرار، وكان هناك حرفيون عبيد. الآن الحرفيون العبيد فرضوا بصماتهم على مجمل العمل الحرفي، هم الذين فرضوا بصماتهم ومنطقهم على الإنتاج الزراعي، على الإنتاج الحرفي. حتى في المدن إذا العبيد هم كانوا الأساس. فإذا نستطيع أن نقول إن المنتج الرئيسي كان العبد، المجتمع كان يقوم على ظهر العبيد، العبيد هم الذين كانوا ينتجون، هم كانوا المنتجين الرئيسيين في أثينا القديمة وفي المدن اليونانية بصورة عامة، ولكن لم يكن لهم حقوق مطلقا، عديمي الحقوق، كانوا مملوكين من قبل أصحاب الأراضي الكبيرة، من قبل الأثرياء، كانوا مملوكين تماما، مملوكين بمعنى أنهم كانوا معدومي الحقوق، يعني كانوا يعاملون، أو بالنسبة إلى المالك هم والكرسي شيء واحد، هم والشاكوش شيء واحد، هم والمحراث شيء واحد، هم والدابة شيء واحد. فيما بعد الرومان قسموا أدوات الإنتاج إلى 3 أنماط: الأدوات غير الناطقة مثلا المنجل والمحراث، والأدوات شبه الناطقة مثل مثلا البغال والحمير والحيوانات الأخرى، والأدوات الناطقة اللي هم العبيد. فالعبد كان هو الأداة الناطقة، وكان هو أداة الإنتاج الرئيسية. يعني أداة الإنتاج الرئيسية اليوم مثلا هو الأدوات التكنولوجية التي المتطورة. في الأثينا القديمة وفي اليونان القديمة كان في الواقع أدوات الإنتاج هم العبيد، هم أنفسهم أدوات الإنتاج. يعني هم كانوا المنتجين وأدوات الإنتاج في آن واحد. لاحظوا، هاي فيما بعد صار في فصل ما بين أدوات الإنتاج والمنتج. أما في حالة نمط الإنتاج العبودي كان المنتج وأداة الإنتاج شيئا واحدا. هذا ما ميز
نمط الإنتاج العبودي، وكما قلت كان المجتمع اليوناني كله يقوم على شغل العبيد، وكانوا عديمي الحقوق، ما لهم حقوق مطلقا، يعني وتعتمد على مزاج المالك. يعني بعض المالكين كانوا ربما أرأف من بعض المالكين الآخرين، ولكن في النهاية كانوا معدومي الحقوق. بالمقابل الأحرار كان لهم حقوق كاملة، هذه فقدت في الشرق. في الشرق لم يكن هناك هذه الدرجة من العبودية، ربما كان هناك هرمية من العبودية، السلطان أو الحاكم هو الذي كان مطلق الحرية، والآخرين كانوا طبعا مستعبدين إلى هذه الدرجة أو تلك. في اليونان كان في هناك فصل تام، لدينا ثلث السكان من العبيد محرومين تماما من الحقوق، ولدينا الطبقات الحرة التي كانت تتمتع بكامل الحقوق، مش مثل الشرقيين فقط واحد الذي كان يتمتع بالحقوق، لا، كان هناك مجموعة تتمتع بحقوق حقيقية، ولكن كان هناك جماعة كبيرة اللي هم العبيد الذين لم يكونوا يتمتعون بأي حق من الحقوق. فهاي كان، لكن حقيقة الذي كان ينتج فعلا، صحيح كان الأحرار يساهمون في عملية الإنتاج، ولكن بشكل أساسي العبيد هم الذين كانوا المنتجين الرئيسيين، ووضعوا وتركوا بصماتهم على المجتمع العبودي اليوناني. الآن في هذا المجتمع اليوناني حصل في أثينا تطور معين، إنه مبكرا طبعا حاول أصحاب الأراضي الكبيرة الأرستقراطية أن تسيطر سياسيا، ولكنها لم تتمكن لظروف لا أريد أن أدخل فيها في التاريخ اليوناني. فهون الطبقة الوسطى أو الفلاحون أو المزارعون أصحاب الأراضي الذين لم يملكوا العبيد، ولكنهم كانوا هم عماد الجيش اليوناني فيما بعد، وأيضا عمال الموانئ، مثلا الموانئ كانت مهمة جدا في أثينا، فعمال الموانئ من الأحرار، وأيضا في لدينا كان طبقة تجارية مهمة. هذه الطبقات غير الأرستقراطية في الواقع استطاعت مبكرا أن تنتصر سياسيا على أصحاب الأراضي الكبيرة، وهذا شكل أساس الديمقراطية الأثينية. يعني هذه الطبقات، الطبقة الوسطى خلينا نسميها، والأقلية العمالية في الموانئ والتجار في الواقع، شكلوا يعني هزموا الأرستقراطية سياسيا مبكرا، وأقاموا نظاما ديمقراطيا، ولكن كانت ديمقراطية مباشرة وليست ديمقراطية تمثيلية. فهذه الهزيمة للأرستقراطية سياسيا ساعد كثيرا في الواقع في إقامة الديمقراطية الأثينية. والديمقراطية الأثينية إنه كان يتمتع بها الرجال الأحرار فقط، أما الغرباء لم يتمتعوا بها. طبعا العبيد كانوا خارج هذا الإطار كليا، والنساء كانوا خارج هذا الإطار، فإذا فقط الرجال الأحرار. وكان الرجال الأحرار يجتمعون في وسط المدينة، يجتمعون في ساحات المدينة، و يصوتون على القرارات المختلفة، يعني يتخذون القرارات جمعيا معا. هكذا كانت هذه الديمقراطية، لم تكن تمثيلية كما هو الحال مع الديمقراطية الحديثة، وإنما كانت في الواقع ديمقراطية مباشرة. هكذا كانوا يتخذون قراراتهم جمعيا، وطبعا مع حرمان العبيد والنساء والغرباء غير الأثينيين من هذه الحقوق. هذا هو أساس الديمقراطية الأثينية تحديدا. الآن كان ف يعني كان عندنا إذا بشكل أساسي المنتجون الرئيسيون هم العبيد، ولكن كان لدينا بين الأحرار طبقات اجتماعية، كانت الأرستقراطية مالكة الأرض والعبيد، وكان لدينا عمال الموانئ، وكان عندنا المزارعين بشكل أساسي، وكان عندنا التجار والحرفيون أيضا الأحرار. يعني فكان عندنا بناء طبقي قائم على، لكن كله كان قائما، البناء الطبقي من الأحرار كان قائما على أساس العبيد
العبيد هم المنتجين، هم المنتجون الرئيسيون، يعني كل المجتمع اليوناني أو الأثيني قام على أساسهم. هيك كانت طبيعة المجتمع العبودي. العبد هو أداة الإنتاج، لأن شو نتائج أن يكون العبد هو أداة الإنتاج الرئيسية؟ غير قابل للتطوير. من أين كانوا يحصلون على العبيد؟ عبر الحرب. ولذلك كان المجتمع اليوناني مجتمع حرب، كانوا يغيرون على المناطق المحيطة باليونان ويستعبدون الناس هناك من المناطق من البرابرة، يعني المحيطين باليونان، كانوا يستعبدون الناس هناك، كانوا يأسرون الناس ويحولونهم إلى عبيد. والعبد كان يباع ويشترى طبعا، يعني كانوا يحصلون، الجيش اليوناني كان يحصل على يأسر المناطق المتاخمة لليونان، ثم يبيعونهم للتجار، والتجار يوصلونهم إلى أصحاب الأراضي والبيوت الكبيرة إلى آخره. فإذا كان المصدر الرئيسي للعبد هو الحرب. الآن العبد كان ممنوع عليه أن يتزوج وأن ينجب، لم يكن ينجب، يعني كان ممنوع عليه أن ينجب، ولأنه كانت مكلفة بالنسبة إلى صاحب العبد، كانت مكلفة العملية، إنه يوفر هذا الزواج وإنجاب وما شابه ذلك، وثم تربية الأطفال. لا، كان أسهل عليه إنه أن يمنع العبد من الزواج، ينهك العبد في خلال 10 سنوات حتى الموت، ويدعم الحرب لكي يحصل على مزيد من العبيد. يعني كان أوفر، مش إنه أن يطور العبد، أو أن يعني يجعل من ال يعني أن يسمح للعبد بأن يكون له ذرية، وإنما كان العبد في الواقع عادة في المعدل 10 سنوات من العمل، إما في المزارع أو في المناجم. كانت صعبة جدا العمل في المناجم، فالعبد كان يعني ما يضاين غير بجوز 10 سنوات مش أكثر، ثم يموت، ينهك ويموت. ولكن الحرب كانت باستمرار تزود المجتمع اليوناني بمزيد من العبيد. فهيك كان الأمر، إنه العبد ينهك فيموت في غضون 10 سنوات، ولكن الحرب تزود المجتمع اليوناني بمزيد من العبيد. يعني هذا نمط إنتاج غير قابل للحياة في النهاية، لأنه في الواقع بالنهاية في حدود للحرب. طيب، بحاربوا كذا، وبعدين هناك حدود للحرب، خلص تصل إلى حد إنه ما في إمكانية للتوسع ولمزيد من الحروب. شو بصير عند ذاك؟ ينهار المجتمع العبودي. ولكن هذا ما حصل مثلا في المدن اليونانية، إنه العبد لم يكن يطور، ولذلك ما كان يعني تكنولوجيا غير قابلة للتطوير، يعني لذلك ظلت وبعدين إنتاجية العبد ضعيفة جدا. إنتاجية العبد ضعيفة جدا، لأن العبد يكره العمل، العبد بحكم وضعه يكره العمل. ولذلك ما إن يلتفت السيد بعيدا شوي عنه حتى يتلف الزراعة، حتى يقتل الحيوانات، حتى يخرب، العبد كان باستمرار يخرب ما لم تكن هناك رقابة مشددة جدا عليه، وهذه كانت مكلفة الرقابة. ولكن العبد في النهاية غير منتج، إنتاجيته ضعيفة، فكانت الإنتاجية ضعيفة، تكنولوجيا ضعيفة، يعني لم يكن هناك حافز لتطوير التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الحرفية، فقط كان حافز لتطوير التكنولوجيا العسكرية. ولذلك رأينا أن التكنولوجيا العسكرية تطورت في اليونان القديمة، بدليل أنهم اكتسحوا العالم في النهاية وقت الإسكندر المقدوني، ولكن على صعيد القاعدة الاجتماعية، القاعدة الإنتاجية، على صعيد تكنولوجيا الإنتاج كانت ضعيفة، الإنتاجية ضعيفة جدا، وأضعف بكثير مما كان سائدا في الشرق. في الشرق ظل لفترة طويلة متفوقا على الغرب من حيث الإنتاجية. إنتاجية إذا اليونان كانت ضعيفة. بالمقابل لاحظوا إذا في عندنا هذا الوضع، ليش؟ لأن نمط الإنتاج العبودي لا يقبل أي تطوير تكنولوجي، لا يقبل إلا تكنولوجيا السلاح، ولكنه لا يقبل تكنولوجيا الإنتاجية لم تكن متطورة عنده. الآن في المقابل رأينا في أثينا
اكتشاف العلوم البرهانية، الفلسفة، المنطق، الرياضيات، أو مش الرياضيات بصورة عامة، وإنما الهندسة البرهانية اللي ابتدأت في مصر وبلاد الشام والعراق، ولكنها وصلت أوجها في أثينا. العلوم البرهانية، العلوم العقلية البحتة، تطور هائل في العلوم العقلية البحتة مقابل هذه القاعدة البائسة من الإنتاجية الضعيفة والتكنولوجيا البدائية إلى آخره. وهذه لفتت نظر المؤرخين، شو القصة؟ شو هذه الحضارة الغريبة؟ لدينا عمالقة مثل سقراط وأفلاطون وأفلاطون وأرسطو، ولدينا عمالقة مثل يودوكسس الرياضي المشهور، مثل فيثاغورس، يودوكسس، طاليس، أبولونيوس، رياضيون كبار وفلاسفة كبار ومناطق كبار، على خلفية من العبودية البائسة من الناحية الإنتاجية والتكنولوجية إلى آخره. ولكن هذا شيء طبيعي، لما يعني أولا نحن رأينا أنه أثينا هي اللي كانت الأساس، تمتعت بديمقراطية مباشرة نتيجة توازن طبقي معين، نتيجة الهزيمة السياسية الأرستقراطية مبكرة. بالمقابل فكان لدى أولئك الأحرار حقوق كاملة، في حين أن هناك انعدام للحقوق على مستوى العبيد. هذا يفسر ليش في الواقع يعني كان في تقسيم عمل واضح، العمل اليدوي محتقر لأنه كان العبد هو الذي كان يختص به، أما العمل الذهني فلم يترك للعبيد. العمل الذهني قام به الأحرار، الأحرار بمعنى الكلمة، الأحرار ضمن إطار الديمقراطية. أولئك الأحرار في الواقع كان تقسيم عمل، احتقر العمل اليدوي لأن العبد كان يقوم به، أما العمل الذهني فكان يقوم به السيد، السادة كانوا يقومون به. هكذا كان تقسيم العمل، ولذلك كان محترما، ولذلك تطور بهذا الشكل الهائل على خلفية من البؤس اليدوي ومن البؤس التجريبي. ولذلك العلوم التجريبية أيضا، يعني كل هذا التطور الهائل في العلوم البرهانية لم يؤدي إلى بروز العلوم التجريبية، لأن التجربة كانت والعمل اليدوي كان محتقرا وكان من نصيب العبيد. فهذا يفسر تماما طبيعة العلم اليوناني في الواقع إلى حد كبير. فنمط الإنتاج العبودي إذن في أثينا هكذا كان، يعني هكذا تكنولوجيا عسكرية تطورت، ولكن تكنولوجيا بصورة عامة كانت بائسة، والإنتاجية كانت متدنية، وكان لدينا علوم برهانية متطورة، ولكن العلوم التجريبية ظلت ضعيفة، وتطوير حتى التكنولوجيا ظل ضعيفا إلى آخره. فطبعا كان هناك انتفاضات من العبيد باستمرار، وكانت تقمع بوحشية. يعني هذا تاريخ، يعني إذا بدنا ندخل في التفصيلات، في هناك كان انتفاضات وصراعات، وصراعات في داخل الطبقات الحرة، والانتقال أحيانا من الديمقراطية إلى الأوليغارشية ثم إلى الديمقراطية، وهذه كلها موجودة عندما نقرأ سيرة حياة سقراط وأفلاطون وأرسطو، خصوصا أفلاطون بشكل واضح. طبعا في إسبارتا الوضع كان مختلفا، لأنها إسبارتا لم تكن غنية مثل أثينا، ما كانت على الساحل، يعني ما كان فيها تجارة نشطة، ولكن مبكرا أيضا إسبارتا ما كان فيها ملكية خاصة، يعني حتى ملكية العبيد كانت عامة. يعني كان لدينا طبقة وحشية من العسكر، من أو بالأحرى من طبقة معسكرة، طبقة معسكرة، وهذه الطبقة كانت هي التي تملك الأرض جماعيا، وكان العبيد مملوكين جمعيا، وليس كما في أثينا ملكية خاصة وإنما جمعيا. و هيلوتس كانوا يسموهم الهيلوتس، فكان الطبقة
هذه الطبقة الحرة، خلينا نسميها، لم تكن حرة بالمعنى الصحيح، لأنها كانت معسكرة وشديدة البأس، ولكنها كانت استبدادية بمعنى الكلمة، والعبيد كانوا مملوكين جمعيا من هذه الطبقة وليس ملكية خاصة. وكان العنف الذي مورس ضد العبيد يعني يذكر في التاريخ من أشد أنواع العنف، يعني كان حتى يقومون بحملات ترويع للعبيد وقتل للعبيد لكي يبقوا سيطرتهم على العبيد. فإسبارتا، ولكن إسبارتا لم تعطنا شيئا، لم تعطنا لا فلسفة ولا علما ولا فنا ولا أدبا كما حصل مع أثينا، لغياب الحريات تماما فيها، كانت مجرد نمط إنتاج عبودي غير مطعم بنوع من الحرية ونوع من الديمقراطية، ولذلك كانت بائسة جدا، مجرد نظام عسكري قوي عسكريا ولكنه بائس ثقافيا وحضاريا بعكس أثينا. إذا هاي بتعطيكم فكرة عن نمط الإنتاج العبودي الذي ساد في أوروبا وبالذات في اليونان. في طبعا تفصيلات عديدة، ممكن الواحد يقرأ كتب المؤرخين ويجد هناك تفصيلات عديدة، وهناك جدالات أيضا حول هذه المسائل. أنا سأتوقف هنا، وفي المحاضرة القادمة سأتكلم عن نمط الإنتاج العبودي كما ظهر في روما. تكلمت أنا كما ظهر في اليونان وبالذات أثينا وإلى حد ما إسبارتا، ولكن سأتكلم عن نمط الإنتاج العبودي كما ظهر في روما في المحاضرة القادمة. فإلى اللقاء.